عبر الهاتف من دبي دكتورة نوال عباس، اختصاصية أمراض نسائية وعقم وولادة. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة نوال. دراسة تحدثت عن حالات، أنتم هل مرت عليكم هكذا حالات، يعني خففت أو منعت الإصابة بسرطان المبيض بسبب استخدام حبوب منع الحمل عند السيدات المعرضات بنسبة أكبر للإصابة بهذا النوع؟ صحيح، مش على كل السيدات كمان. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. الدراسة الحقيقة هي جديدة قديمة، المعروف عنا احنا من زمن طويل انه في دراسات كثيرة على حبوب المانع للوقاية، ومش الوقاية، انه هي شافوا انه الحبوب المانع مانع الحمل تقلل نسبة الإصابة بالسرطان، سرطانات المبيض، بسبب وجود هي الحبوب المانع فيها هرمونات اثنين اللي هو الاستروجين والبروجسترون. البروجسترون حمايه لسرطان المبيض، بس بنفس الوقت واحد لازم يتوقع، لانه الاستروجين فيه خطوره على سرطان الثدي وسرطانات عقم الرحم. فيعني مو هو اللي نستخدمه كوقايه لسرطان المبيض عشان لانه فيه سلبيات ثانيه. يعني الدراسة تقول لك انه انا في نسبة انه وقاية من سرطان المبيض، بس بنفس الوقت لازم واحد يفكر بالسرطانات الثانية. انا شخصيا ما انصح في استخدام الحبوب المانع فترات طويلة. البروجسترون ممكن نلقاه، مو بس الهرمون اللي يقي من سرطان المبيض، في موجود اكو حبوب خاصة هي بس هرمون واحد اللي عادة نستخدمها كمان في الرضاعة، وفي أكو الحقن اللي هي ممكن بس بروجسترون، هذا في وقاية لأنه ما في استروجين، في وقاية من سرطان المبيض، وفي نفس الوقت ما تتعرض المريضة لسرطانات الثدي ولا سرطانات عنق الرحم. فاللي مفكرة في كهرمونات لاستخدامها كمان على الحمل، يفضل دراسة الاثنين، اللي عندها خطورة انه اي شيء في العائلة او عمرها في خطورة ولو بسيطة انه في سرطانات ثانية، ما يعني انه انا اجي استخدم نفس الحبوب المانع للوقاية من سرطان بس المبيض. والعلم من الدراسة هي مش دراسة جديدة، في احنا طبعا الكتب المنهجية مالتنا هي قديما انه شافوا انه اللي تستخدم المانع اللي فيه استروجين بروجسترون فترات طويلة هم أقل ناس اللي هم يصابون بسرطانات المبيض. نعم، طيب في الحالات يعني لو تم فحص نسبة الخطورة اللي سيدة معينة لديها في من ناحية الإصابة بسرطان المبيض، بهذه الحالات يتم فعلا تنصحون هذه السيدة باستخدام حبوب منع حمل؟ لا أبدا أبدا، الحبوب المانع مو هي الوسيلة للوقاية من سرطانات المبيض، بس سرطانات المبيض ممكن واحد طبعا هو سنويا احنا عندنا الفحص يعني مش هي الوقاية، بس انا خاصت اذا كانت تساعد انطلاقا من هذه الدراسة. لا الدراسة هذه مع احترامي طبعا هي دراسة بالتأكيد، يقولوا لك انه احنا هي وقاية من سرطان، وقاية من سرطان او ما تسبب سرطان المبيض، بس مو هي الوسيلة اللي نستخدمها عشان نقي المريضة من سرطان المبيض ونتركها بخطورة سرطانات الثدي واللي هي أكثر شيوعا من سرطان المبيض. الحقيقة سرطان المبيض حالات قليلة جدا، يعني مش اللي هو السرطان الشائع، السرطان الشائع هو اللي سرطان الثدي، وبعدها يجي سرطان عنق الرحم. فما أني ما أنطي حبوب مانع عشان أني أقي من سرطان المبيض، وبنفس الوقت اني معرض المريض للخطوره الثانيه. بعدين واللي هو نسبته اكبر، احتماليه انه تصاب فيه سيده اكثر. طبعا الاستروجين جدا خطير، خصوصا الاعمار الكبيره، لانه احنا في كثير من الناس يستخدمون الحبوب المانع فترات طويله، ما يستخدموا شهر شهرين ولا سنه سنتين. في كثير يستخدمونه حقيقه، واحد يدرس كل حاله بحالتها، بس بكل الاحوال في وسائل اخرى للموانع عدا الموانع اللي هي الهرمونات اللي قللنا جدا استخدامها الا في حالات قليله جدا. طبعا سرطان المبيض ممكن متابعته سنويا لكل المرضى، مثل سرطان عنق الرحم
احنا سنويا لما نيجي احنا تشيك اب للمريضه ناخذ اللي هي المسحه، مسحه او العينه ناخذها عشان كتشيك اب للسرطان، سرطان عقق الرحم. بنفس الوقت في مو المقترحات انه سنويا كمان نعمل الالترا ساوند الايكو المهبلي عشان نعرف المبايض، خصوصا للي عندهم حالات في العائله. طبعا في سرطانات مرتبطه مع بعض، مثلا سرطان المبيض مع سرطان عقق الرحم مع سرطان المعده مع سرطان الامعاء، هذول كلهم ندرس كل حاله بحالتها ونراقبها سنويا بالوسائل المتوفره اللي هي مثل ما ذكرت الخزعه، الماموغرام للثدي، الالتراساوند للثدي حسب العمر، والايكو المهبلي اللي حتى نعرف اذا في اكو اكياس نشوف فيها انه هي تكون سرطانات. انا اشكرك جزيلا على هذه المشاركه معنا من دبي دكتوره نوال عباس، اختصاصيه امراض نسائيه وعقم وولاده.